تحية لكم الطبعة الأولى في قناة الحياة، وهذا أحمد المسلمين يحييكم. السلام عليكم. واحد أوروبا أو الموت، ما الذي يجري في البحر المتوسط؟ علاقة مصر بإيطاليا علاقة قوية للغاية، علاقة تاريخية وعلاقة معاصرة قوية للغاية. صلتنا بإيطاليا متعلقة بأكثر من ملف حاليا، بالأمن في البحر المتوسط، بالأمن في إفريقيا، بالأمن في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين. الرئيس السيسي في يوليو 23 تلقى اتصالا من السيدة جورجيا ميلوني زعيمة إيطاليا. ده مش أول اتصال، قبل كده في اتصالات وفي لقاءات بين القيادة المصرية والقيادة الإيطالية، لأنه مهم للغاية التنسيق بين القاهرة وروما في ملفات عديدة أبرزها ملف الهجرة غير الشرعية. إيطاليا بتعاني من موجات هجرة غير شرعية كبيرة جدا. إيطاليا، اليونان، أوروبا عموما، جنوب أوروبا بيعاني بشدة من الهجرة غير الشرعية. أول 7 شهور في 2023 وصل لإيطاليا 70,000 مهاجر غير شرعي، يعني 10,000 واحد وصلوا كل شهر إلى شواطئ إيطاليا. طبعا ده مش الرقم الإجمالي، لأن في ناس راحت اليونان وراحت دول أخرى. كمان في حوادث غرق كبيرة جدا حصلت في البحر المتوسط، وفي ناس رجعت، الشرطة رجعتها، أو يعني القوات البحرية أو خفر السواحل رجعوهم مرة أخرى إلى شواطئ ليبيا أو تونس. من تونس وليبيا أكثر الهجرات غير الشرعية من إفريقيا إلى أوروبا. فإيطاليا في حالة قلق شديد جدا للأرقام المتصاعدة للمهاجرين غير الشرعيين. جزء من النقاش بيننا وبين إيطاليا وبيننا وبين أوروبا عموما هو ملف الهجرة غير الشرعية. الرئيس السيسي تحدث دائما عن مقاربة شاملة لحل مشكلة اللاجئين. الموضوع مش موضوع أمني فقط، إنك تراقب البحر ولما تلاقي مركب ترجعه، وإذا عندك يعني نزعة كويسة هتنقذ هذا المركب، لأن بعضهم ساب مراكب تغرق أصلا وهم عندهم اطلاع على إن هذه المراكب تواجه الغرق. الموضوع مش إنك تمنع المراكب تصل إلى أوروبا، لأنها في النهاية تصل. بعد كده بدل 10,000 هيبقوا 100,000، هيبقوا مليون. إذا لم تقم أوروبا بدورها الرئيسي في دعم القارة الإفريقية، يبقى أنت الحل من المنبع مش من المصب. إنك تروح لإفريقيا اللي عندها مشاكل إرهاب، مشاكل تطرف، مشاكل متعلقة بالجفاف، مشاكل متعلقة بالديون، ففي أزمات اقتصادية كبيرة جدا في إفريقيا. إذا أوروبا الغنية ما قامتش بدورها تجاه القارة، وقبل كده كانت هذه القارة الأوروبية مستعمرة للقارة الإفريقية ونهبت ثرواتها، إذا أوروبا ما قامتش بدورها في أنها تساعد إفريقيا، هتستمر إفريقيا قارة طاردة، وتستمر أوروبا قارة جاذبة، ويتحرك مش بقى الآلاف أو حتى مئات الآلاف، ممكن قدام يكون الملايين يزحفون زحفا كبيرا باتجاه أوروبا. وبالتالي رؤية الرئيس في فكرة مقاربة شاملة إن أوروبا تساعد إفريقيا على إن الناس تجد فرص حياة كريمة ومقبولة داخل بلادها، بدل ما تهدد البحر المتوسط وأمن البحر المتوسط ثم جنوب أوروبا إلى كل أوروبا، المقاربة الشاملة هي الحل. بي بي سي التقط بعض الناس على مركب كان بيغرق وبعدين تم إنقاذه، فسألوا الناس اللي عليه، والإجابات كلها مفاجئة للغاية. أولا، أغلب الناس اللي موجودين المهاجرين غير الشرعيين دول كلهم تحت السن القانوني، مش كلهم، أغلبهم، يعني في تقدير إن من 70-80% تحت السن القانوني، أقل من 18 سنة. فتلاقي شباب عندهم 12-15-16-17 سنة رايحين هجرة غير شرعية. نمرة 2، إن الشباب دول سألوهم، أنتوا مش عارفين إن لسه قريب جدا وقت الغواصة بتاع التايتانيك ديت في مركب غرق فيه 750 ماتوا؟ قالوا احنا عارفين. طب وانتوا مش خايفين؟ لا مش خايفين. طب انتوا دي اول مرة تحاولوا؟ واحد فيهم قال انا دي 7 مرة.
يعني بيروحوا والمركب ممكن يغرق ويموت ناس ويتم إنقاذ ناس، يرجعوا الناس اللي عدوا من الموت دول يرجعوا تاني يحجزوا ويدفعوا ويحاولوا يروحوا أوروبا مرة تانية. ففي حد فيهم قال دي سابع مرة بحاول، وقبل كده المركب اللي كنت فيه غرق والناس ماتوا قدامي. تخيل بقى إن في حد وصل بيه اليأس لهذا الحد، إن المركب يغرق كذا مرة والناس تموت ويتم إنقاذه ويرجع على الشط تاني، فيرجع يحاول تاني إن يصل إلى أوروبا من جديد. يأس مذهل وتفكير طبعا محدود ويعني بلا عقل تقريبا، لأن مهما تكن الظروف لا تستدعي أبدا إن حد يحاول كل هذه المحاولات. طيب أنتوا منين؟ من كل بلد في إفريقيا. فيهم ناس جايين من جامبيا، جامبيا ديت يعني غرب السنغال على المحيط الأطلنطي. تخيل بقى عدوا جامبيا للسنغال لموريتانيا، وبعدين دخلوا الجزائر مع مهربين، وبعدين دخلوا الحدود الليبية، ومن ليبيا أو من تونس طلعوا إلى أوروبا. مسافة أكتر من 2000 أو ربما 3000 كيلو علشان يصلوا إلى هذا المكان. سألوهم طيب أنتوا مش شايفين قدامكم إن فرصة الوصول قليلة جدا؟ قالوا ده إحنا استلفنا، الواحد فينا بيدفع قرابة $1000 علشان يوصل لهذا المكان، فمش معقول استلفنا ونرجع بقى لأهالينا وإحنا سالفين أصلا دعار لو رجعنا، الموت أو أوروبا. إحنا كمان أهالينا فقراء وعايزين نصرف عليهم، فإحنا أصلا كل المغامرة دي علشان نساعد أهالينا، فش معقول هنرجع بعد كل ده وإحنا فاشلين ونقول لهم معرفناش نعدي بالمركب إلى جنوب أوروبا. كل الكلام مؤلم وكل الكلام مقبض، والشيء مروع جدا إن فيه شباب صغير ولسه تحت ال 18 يفكر بهذه الطريقة اليائسة ويعرض نفسه الموت بهذه الطريقة، وأكثر من مرة كمان، مش إن ممكن تمشي معاه وتعدي، لا ده بيتعرض الغرق ويرجع ويرجع تاني وتالت ورابع وسابع زي ما قال أحد الأشخاص. طبعا موضوع صعب جدا، مش بس إنه عبء على أوروبا، العبء الأكبر والمشكلة الأكبر في إفريقيا. فمرة أخرى عودة إلى رؤية الرئيس في المقاربة الشاملة لحل أزمة المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا. إيطاليا وفرنسا وألمانيا وبروكسل مقر الاتحاد الأوروبي، الكل في أوروبا يجب أن يفكر، يجب أن نساعد هؤلاء البائسين في إفريقيا حماية لإفريقيا وحماية لأوروبا. اتنين بلا منافس، هذا هو أخطر مكان في العالم. حضراتكم في خطأ واحد لو حصل للأسف هنكون قربنا من حرب عالمية ثالثة. المكان ده هو أخطر مكان في العالم، أخطر من مضيق تايوان، وأخطر حتى من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. إلا هذا المكان، إذا الحرب الروسية الأوكرانية وصلت لهذا المكان، ده معناه إن العالم عند حافة الهاوية. ممر سوالكي، الاسم ده هنسمعه كتير جدا الفترة القادمة. ممر سوالكي حضراتكم اللي هي الحدود بين بولندا وبين ليتوانيا، هنوضح بعد شوية على الخريطة. الممر ده حوالي 100 كيلو، الميت كيلو دول بيفصلوا بين بولندا جنوبا وبين ليتوانيا شمالا. طب ايه أهمية هذا الممر اللي هو 100 كيلو، منطقة ترابية، سكان قليلين في هذا المكان؟ أهميته إن بعد الممر ده، بعد 100 كيلو على طول دول، في منطقة اسمها كالينينجراد. كالينينجراد ديت كانت منطقة ألمانية، وأثناء الحرب العالمية الثانية السوفييت تضموها ليهم، فبقت جزء من الاتحاد السوفيتي. ولما انهار الاتحاد السوفيتي ما رجعتش لألمانيا، استمرت تبع روسيا، فدي أراضي روسية بعد هذا الخط، ودي مفصولة عن أراضي روسيا، يعني مش متصلة بأراضي روسيا. روسيا في ناحية، وبعدين تعدي بقى روسيا من بيلاروسيا، وهذه الحدود الليتوانية البولندية توصل لكالينينجراد. ففي مسافة بين روسيا وبين كالينينجراد. طب إيه أهمية كالينينجراد غير إن هي أرض روسية الآن؟ أهميتها إن فيها أسطول بحر البلطيق، فيها قوات عسكرية كتير جدا، فيها قاعدة عسكرية متقدمة جدا، فيها كل أنواع الأسلحة الروسية موجودة في كالينينجراد. ف
فأنت لما تقطع الطريق بين روسيا وبين كالينينجراد، بين روسيا وبين أسطول بحر البلطيق، أنت بتتكلم على شيء في منتهى الخطورة. طيب هل ده حصل؟ آه حصل فعلا. بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، فالليتوانيين قالوا طيب خلاص هنقطع الطريق ده، وروسيا مش هتعرف تروح كالينينجراد، هنقطع بقى عليهم الطريق اللي بيننا وبين بولندا. الروس طبعا في حالة ذهول، وقالوا ده مخالف للقانون الدولي، وإن احنا هنرد بقوة على هذا الموضوع. لكن ليتوانيا لم تكترث وكملت، إن في شاحنات بتوقفها، في حاجات كتيرة جدا، معدات عسكرية بتوقفها، يعني حاجات كتيرة ليتوانيا بتوقفها وهي طالعة من روسيا عبر بيلاروسيا على الممر ده اللي عايز يصل إلى كالينينجراد. فالروس قالوا احنا هنرد، واحنا اعتقدنا ان الروس مش هيردوا وان ده ممكن يكون كلام لانهم ملخومين في اوكرانيا. لكن دلوقتي يبدو ان الروس بدأوا يردوا. بيردوا ازاي؟ احنا عارفين موضوع مجموعة فاجنر، وشفنا المجموعة لما تمردت وبعدين راحت منطقة اسمها روستوف في الجنوب واحتلوا كانت المنطقة الجنوبية هناك، وبعدين طلعوا وقربوا من العاصمة موسكو 350 كيلو، وبعدين رئيس بيلاروسيا اتوسط فرجعوا في كلامهم واخلوا المكان، وبعدين قالوا ان هم هيروحوا بيلاروسيا. ايه الجديد بقى دلوقتي؟ الجديد نائب وزير الدفاع الروسي، حاليا عضو في البرلمان، كان نائب وزير الدفاع في روسيا والان عضو في البرلمان، اتكلم في التلفزيون الرسمي الروسي. قال ايه؟ قال انتم مفكرين ان قوات فاجنر دي اللي راحت بيلاروسيا رايحه علشان خاطر تطور او تدرب الجيش البيلاروسي فقط؟ لا. طب ايه سيادتك؟ قال انه هذه القوات هتقوم باحتلال هذا الممر، ممر سوالكي. طيب تقدر تحتله؟ قال هتحتله في ساعات. طيب هذه القوات فاجنر الروسية لو احتلت الممر ده ايه اللي يحصل؟ بتقطع ليتوانيا ولاتفيا واستونيا دول البلطيق عن باقي اوروبا، بيقسم اوروبا. لكن الأخطر مش ده، إنهم هيقطعوا خط طريق سريع وخط كهرباء وخط غاز، هنوضح حاليا على الخريطة. إنما الأخطر إيه؟ الأخطر دي أرض النيتو، دي جزء من أراضي حلف النيتو، والرئيس بايدن قال ولا شبر من أرض النيتو، اللي هيقرب لشبر هنتعامل معاه كحلف عسكري بموجب المادة الخامسة هنحارب. ليه بقى هذه المنطقة أخطر منطقة في العالم؟ لهذا السبب، إنه لو روسيا دخلت فده احتلال لأرض تتبع الناتو، الناتو هيرد طبقا للمادة الخامسة. دخلنا بقى في منطقة أصعب بكتير جدا من الحرب الروسية الأوكرانية. هل الأمريكان هيردوا؟ لو رد هيردوا إزاي؟ كده بنتكلم بقى على حرب بين أمريكا وروسيا مباشرة، بين الناتو وروسيا مباشرة، مش بين أوكرانيا وبين روسيا. على الخريطة نشوف ممر سوالكي لأن يكون أوضح كتير من الشرح النظري. حضراتكم هنا، هنا بولندا، وهنا دي بيلاروسيا، تطلع بقى شمالا كده، أو ممكن يعني من هنا بمعنى أدق، من هنا هتلاقي هنا دول البلطيق الثلاثة، أدي ليتوانيا وأدي لاتفيا وأدي إستونيا. التلاتة دي اسمها دول البلطيق ليه؟ لأنها بتطل على بحر البلطيق، فالدول دي كلها هنا بحر البلطيق، فاسمها دول البلطيق بتطل على بحر البلطيق. هنا بقى حضراتكم المنطقة دي بقى هي دي كالينينجراد. شوف بقى روسيا بقى علشان تيجي لازم تعدي من بيلاروسيا وتمشي الطريق ده علشان تصل إلى كالينينجراد. ممكن تكون مثلا من هنا كالينينجراد. الخط بقى ده حضراتكم شايفين الخط ده هو سوالكي، ممر سوالكي، احنا قلنا 100 كيلو تقريبا. يبقى اذا الممر ده بين مين ومين؟ بين ليتوانيا شمالا وبين بولندا جنوبا.
لو انت روسيا دخلت من بيلاروسيا بقى، شوف لو انه قوات فاجنر موجوده في بيلاروسيا و30 جندي روسي موجودين في بيلاروسيا وقوات نوويه روسيه في بيلاروسيا، يعني روسيا فيها ثلاث مكونات عسكريه روسيه، واحد قوات نوويه واسلحه نوويه روسيه، اثنين 30,000 جندي روسي، ثلاثة مجموعة فاجنر شبه العسكرية الروسية، ثلاث مكونات عسكرية روسية موجودة في بيلاروسيا. لو طلعوا دول واحتلوا ده، طبعا هنا بولندا، فهياخدوا جزء من بولندا، هيحتلوا جزء من بولندا وجزء من ليتوانيا. قبل كده قلنا بولندا بتتسلح تسلح كبير جدا جدا، تكلم على صفقة مع كوريا الجنوبية أسلحة ب10 مليار دولار. عملوا بقى هم قواعد هنا قريبة من سوالكي أو قريبة من بيلاروسيا، عملوا حاجة على بعد 70 كيلو وحاجة على بعد 120 كيلو، عارفين إن في حرب قادمة مع بيلاروسيا. فهم دلوقتي البولنديين خايفين من فاجنر يخشوا بولندا أو يخشوا من ليتوانيا وياخدوا كل هذا الممر. خطورة ده إيه بقى؟ لما لو الروس خدوا هذا الممر وهم حلفاء لبيلاروسيا، الطريق السريع اللي من هنا الباب السابق جاي من استونيا معدي فلاتفيا في ليتوانيا بيخش على بولندا ويكمل اوروبا، قطع الطريق السريع. طيب خط الغاز اللي جاي من استونيا لاتفيا ليتوانيا اتقطع خط الغاز، خط الكهرباء اللي جاي من هنا اتقطع خط الكهرباء، يعني هيبقى قطع كتير جدا لخطوط الطاقه وللطرق ولكل شيء يربط كده. تم عزل دول البلطيق خلاص لوحدها واوروبا لوحدها وتم قطع الطريق. ليه الروس عايزين يعملوا كده؟ لان عندهم كالينجراد هنا الاسطول، احنا قلنا الاسطول هنا، يعني المنطقه دي روسيه، عشان روسيا الجايه لازم تمشي كده من بيلاروسيا لهذا الممر. فهل يا ترى روسيا هتحتل هذا الممر؟ هل قوات فاجنر فعلا هتمشي في احتلال هذا الممر؟ هل روسيا مش عارفه ان ده ممكن يؤدي الى ان حلف الناتو يقوم بالرد على روسيا مباشره طبقا للماده 5؟ علشان كده المكان ده يعتبر من أخطر الأماكن في العالم، أو هو أخطر مكان في العالم الآن جيوسياسيا. هي خطوة واحدة فقط تقوم مجموعة فاجنر أو قوات روسية أو بيلاروسية باحتلال هذه المنطقة اللي هو الممر ده، لأنهم قطعوا الطريق على الروس مش عارفين ينقلوا حاجات لهذه القاعدة العسكرية اللي موجودة في كالينجراد. لو الروس احتلوا هذا الممر، ممر سوالكي، الناتو هيرد. في هذه الحالة احنا دخلنا بقى ليفل الوحش اللي هو الصراع بين امريكا وبين روسيا عسكريا ومباشرة. لا قدر الله، ده يعتبر احد اسوأ الاخبار الجيوسياسية في العالم. وفاصل ونكمل. ثلاثة، هنري كيسنجر يزور الصين ويتناقش وعمره 101 سنة. هنري كيسنجر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، مستشار الأمن الأمريكي الأسبق، الأمن القومي الأمريكي، هو شخصية سياسية رئيسية في تاريخ أمريكا والعالم. هنري كيسنجر دلوقتي 2023 101 سنة. هنري كيسنجر قام بجولة زار فيها الصين وزار اليابان ورجع أمريكا وتناقش في طوكيو وتناقش في بكين عن الوضع الجيوسياسي العالمي. يعني حتى بغض النظر عن المضمون، إنما يشوف لما حد يكون لآخر لحظة مصر إن يقوم بدور، لأن بعض الناس بيتكاسلوا بعد 60 وبعد 70 وبعد 80. هنري كيسنجر 101 سنة وراح يناقش الصينيين في أزمة تايوان ويناقش اليابانيين في المشاكل مع الصين، وبعدين مش رايح زيارة سياحية، ده بيتناقش ويقول وجهات نظره وهم بيستشيروه بيرد عليهم وهو عنده 101 سنة. هنري كيسنجر قابل الرئيس شي جين بين، قابل مسؤول العلاقات الخارجية في الصين، وقابل القادة اليابانيين، والصينيين قالوا له لازم أمريكا تحدد موقفها، هي مع انفصال تايوان ولا لا، وانه امريكا مش هتقدر تحتوي الصين، تحتوي بمعنى انها تعزل الصين او تضعف الصين، وان الصين قويه داخليا وبمنطق التاريخ، وان يستحيل هزيمه الصين. قالوا له كلام قوي جدا،
لكن هو صديق الصينيين من زمان، هو اللي رجع الصين للعالم الأمم المتحدة وغيرها أيام الرئيس نيكسون لما قال نفصل السوفييت عن الصينيين، نقرب من الصينيين ونبعد السوفييت. في كل الأحوال اتكلم الصينيين مع هنري كيسنجر في أنه مفيش تراجع عن أن الصين وتايوان دولة واحدة، وأنه يستحيل أن أمريكا تهزم الصين على الإطلاق. لكن في نفس الوقت قائد الأسطول أو القوات الأمريكية في المحيطين الهندي والهادي سابقا قال أن الصين لا تستطيع أن تحتل تايوان الآن، ولو فكرت هتفشل. اليابانيين قالوا لو في حرب بين أمريكا والصين مش هنحارب مع أمريكا، إنما هندعم أمريكا فقط. في كل الأحوال منطقة أخرى متوترة في العالم. لكن اللافت للنظر إن هنري كيسنجر بعد المئة لا يزال يزور ويلتقي ويتحدث ويستشير ويشير. يمكن الدرس هنا ناخد الدرس الإنساني الهامشي، مش الدرس الاستراتيجي، ده هنتكلم فيه كتير فيما بعد. إنما الدرس الإنساني إن في حد طالما عنده طاقة، طالما عنده قدرة، حتى آخر لحظة لا يزال هنري كيسنجر يحاول أن يقوم بدوره في السياسة إيجابا أو سلبا، لكنه لم يستسلم حتى بعد أن تجاوز 100 عام. شكرا لحضراتكم، وإلى حلقة جديدة من برنامج الطبعة الأولى.